طيب تعرفنا بنفسك؟ رمضان محمد مرسي من شركة ايه؟ شركة المؤسسة المصرية للتنمية للاستخلاص الجيوت النباتية بتاعها البوكو. طب انت جاي ليه النهارده الاعتصام؟ هي حضرتك مملوكة بالكامل للبنك الاهلي المصري، انا احد انا سكرتير اللجنة النقابية وللاسف فصلوني عشان بطالب بحقوق العمال، ده انا بقى مش بقول بقى حد ادنى للاجور 1200 جنيه، انا عايز بس الناس ما تتفصلش بس، يعني دلوقتي في مسبحة في المؤسسة المصرية بيقودها البنك الاهلي المصري اللي بيقوده طارق حسن عامر ذو الفساد التمام، الراجل بياخد مليون وحاجة مش حاسس بالعمال، لما بنتصل بيه حضرتك السكرتير بتاعه قال لنا ايه؟ لما المحامي بتاعه اللي هو بتاع الشؤون القانونية ضربني عورنا اخذ محضر رسمي كده قال لما حد ممكن يموت ودلوقتي بيصفي المؤسسه فاحنا عايزين حد يحمينا بس كم عامل اللي عندكم في المؤسسه 184 حضرتك لجأنا لكل السبل لعيش عبد الهادي ولجأنا اتحاد العمال والاتحاد العمال في اسكندريه الاستاذ فتحي عبد اللطيف بيعلمني القانون بيقول لي انت سكرتير لجنه نقابيه لا انت سكرتير اداريه قلت له يا حبيبي هي لجنه نقابيه احنا بنكون مقام النقابه العامه ساعات غزيه ما حدش بيقوم معانا ما حدش واقف معانا طيب انا كنت سامعك بتتكلم على التليفون وبتقول للناس انها تتشجع وتيجي انا بقول للناس ما تخافوش انا بقول للناس بس ما تخافوش ما تخافوش ما حدش هيقطع رزقك ولا هيقطع عمرك ما تخافوش من اي سلطه او اي انسان بس بقول للناس